أهلك. أهلي؟ شو فيهم؟ اتصلت بيهم. اتصل بيهم على وش؟ أبويا مات الله يرحمه. والدتك؟ والدتي هم لازم تجي؟ عادل هاي شبيك صدق كذب؟ كل شي مريح. لا لا عادل، أنا من هسه أقول لك لازم تكون صلتك بأهلها قوية، ولا بعدين يذبون اللوم على الزوجة. دوختيني. لا تدوخ، لازم تتصل بوالدتك بعدين يجوز متوافق على خطيبتك. شلون؟ معقولة متوافق؟ هي جوال متوافق أقلب الدنيا قلب. هاي وين؟ أتصل بوالدتي حتى أتفق وياها. هاي أول خطوة بالاتجاه الصحيح. تفضل استاذ جلال. خير؟ غايت شي؟ يا صدقيني يعني مجرد صدق. هلا ماما. هلا بنتي. هلا هداوي. تعرفين منو خابر؟ عادل خابر من البصرة ويريد يخطب. شنو؟ يخطب؟ ايه، ويريدنا اروح للبصرة حتى انا وياه نروح هاي الولاية. شو اسمها؟ اسمها الخضر. ايه، نروح للخضر ونخطب البنية. هل البنية منين؟ شو اسمها؟ يقول اسمها بثينة وهي دكتورة تشتغل وياه. ايش راح تسوين؟ والله مال اروح لازم اروح، بس حايرة على شنو. يعني شلون اخذ الرياض وياي وانتو تبقون وحدكم؟ ماما الله يخليك، شنو احنا جهال؟ لا بس انا قلبي ما ينطيني تبقون وحدكم بالبيت. بعد ما ادري شو اقولك. عندي فكرة، أني ورياض وهدى وهديل نبقى بالبيت وأنا أروح وحدي. لا، فيصل يروح وياك. شو متعجبين؟ عادي رايح ويا زوجة أبوه حتى يحضر خطوبة أخوه، بيها شي؟ ترى جديات كلش خوش فكرة، وهسا شوفين إيش قد حباب يطلع، ويقولون الإنسان يبين بالسفر. وإذا ما وافق؟ لا أنا متأكدة يوافق. لا ما أدري. تتوكلي على الله يا ماما وسافري. والنعمة بالله. أنت يمتى تريدين سافرين؟ باكر غير. زين. وين؟ أخابر منذر على مود يوصي فيصل يمرنا اليوم بالليل، متفاهم ويا على مود السفر. يا نايم قوم قوم قوم. شكو عندك؟ شو تريد من عندي؟ باكر امر عليك من الصبح. شكو عندك من الصبح يا باكر؟ تروح للبصرة. للبصرة؟ مدافتين. مولانا اخوك عادل ده يخطب، وانت مرشح وحيد لمرافقة ام عادل لحضور خطبة عادل بالخضر. عيدها حتى اتاكد اني ما احلم. اخي تسافر للبصره ومنك للخبر. يا با انت ايش مدري كيف التفاصيل؟ اختك هذا خبرتني واعرف.
جا اوصيكم. ماما قابل احنا صغار روحي وتونسي. خلي اسلم على منذر. اهلا صباح النور. شلونك؟ هلا. شو اخبارك؟ اخبار شنو؟ اخبار الهندسه والمشاريع. ها ماشي. تفضلي يا امي. شوفي شلون يقولها من كل قلبي. صدق بنات كل شيء عندكم بالثلاجه. ماما لا تضربش، الاكل خير من الله. انت المهم سافري وغيري جو. عادل يخطب؟ ليش؟ مو من حقه؟ هسه انا قلت مو من حقه بس هيك فجأة. ليش انت كنتي متوقعة؟ ليش انا كنت متوقعة؟ تعوفي الأسامة؟ انا سويت الشيء اللي اوحيتي لي بيه انت، وهذا هو الغلط. لازم تسوين الشيء اللي انت مقتنعة بيه. اي طبعا هذا اللي سويته. بعدين ترديني اروح وياه للعمارة واعوف اهلي؟ يعني ردتي تصلحين الغلط بغلط. اكي لو صدق تحبيه كانت تروحين وياه لاخر الدنيا، مو تعوفيه على ود ما اعوف اهلي. بس قولي بالاصل انتي ما تحبي ذاك الوقت. اقولش صح ماما؟ في صراحة قبل ساعة سيارة ما خلصت. الو منو؟ انا جلال، ما عرفتيني؟ انت مخابر حتى تمتحني اعرفك لو ما اعرفك؟ انا رديت اقول يعني انا كنت يم دائرتكم. ايه جيت حتى اخذ زوجتي اوديها لاهلها. اتصور هذا الشيء ما يخصني. الحكي بيناتنا. اتفاجئتي؟ تفاجئت طبعا. يعني هذا معناه انه انت ما زلتي. اسمع دا اقول لك، انا وقت ما عندي لهذا الحكي الفارغ وراح اضطر اسد التليفون بوجهك. منو جلال؟ اي جلال. Thank you.
معي ما عندي اشياء كذي. اشكرك. الله يسعدك شو ابو هلا ابني هلا ساعد اخوك بجيب صار صار لا هاي الجنطه خليها رجعت ليش؟ يمه بدي اروح للفندق رياض ابني دخل الجنطه للبيت ارجوكم اريد ارتاح والطريق كان كلش طويل ومتعب لا لا ما تروح تبقى عندنا شكرا ابني تقدر انت تروح بعد زين خلوني اتحاسب وياه يعني معقوله اخليك تلتقين بالرجال وتقضين معظم وقتك خارج البيت واسكت؟ انا ما قلت معظم وقتي. مع ذلك انا هاي الفكره ما اقدر اهضمها. من هنا تجي نقطه الخلاف الرئيسيه بيناتنا. انا ما جاي ادور على نقطه الاختلاف. انا جاي ادور على نقطه الالتقاء. ليش هدى؟ ليش تريدين تضيعين علينا فرصة معقولة للحياة؟ يعني أضيع عليك فرصة للاستحواذ؟ يا أخي ليش ما تغيرون تفكيركم؟ العالم كله دا يتغير. من زمان ما ضقنا هيك اكل ولا هالدواء ما قصرت ها رح نبدي يعني ايه فيصل قاعد شوف فيصل اكو طبيعه بيت ابو عادل بقت مستمره وبرغم من كل اللي صادفنا الامور مو دائمه جديات احيانا تصير الضحكه بدون موعد ولا مناسبه وهذا جزء من تقاليد هذا البيت افتهمنا ويا هالدواء والله ما قصرتي الاكل تحسن هوايه ها فيصل ابني اشو ساكت بعدني ما متعود على هذا الجو زين لا تخليني نسمع من ماما تفاصيل السفره نشرب الشاي وبعدين انا تسمحوا لي استاذن وين مرتي اتغدى خلاص اتغديت لا ابني انت راح تبقى هنا شلون مثل ما سمعت راح تبقى هنا ليش؟ لأن أنت صرت واحد من عندنا ومثل ما قالت هدى الإنسان يجربوه بالسفر لا بس أنا تفاجأت يعني ما أقدر فيصل أنت تعرف عادل راح يتزوج يعني راح تفرغ غرفة بالبيت إيه وبين ما تروح أنت تجيب غراضك من الفندق احنا نكون محضرين لك غرفة عادل ايه انت لك حصة بهذا البيت مثل ما احنا قلنا يعني لازم تتمتع بنفس الميزات اللي احنا نتمتع بها افتهم بس لكن خلاص احنا نقلب الوضع احنا نروح للفندق وانت تجي تسكن هنايا هدى اللي كانت جادة جدا انضمت الى التقاليد العريقة البيت ابو عادل هاي مسألة غير مريحة ليش؟ لأن راح تزحمني بشغلتي يعني اعذروني أنا يعني بصراحة تفاجأت يعني ما أقدر أسكن هنا ليش؟ قل لنا سبب واحد ما معقول هذا اللي تقوله فيصل احنا ما صدقنا لقينا أخ مثلك أرجوكم خلوني أدرس الموضوع زين الدراسة خليها علي وأنا أخوك شوف شلون ادبرها انت هسه تروح تجيب غراضك لان مكانك هنا ما اقدر زين انا اقوم اخابر منذر وهو يتفاهم لا لا وياك لا 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 الله يخليك كل شيء ولا منذر لان هذا يسمعني فد كلام يعني كلش ما حلو اتوافق له اشوف ابني لا تشلع قلبنا بالخالي بلاش والله ما ادري شو اقول
قول ايه يا بابا. خلاص ايه. يلا اوصلك. يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تتأخر. الطريق منا للبصرة. أحس فيصل خطية قاعد يمي بصفي مثل واحد من ولدي، وكل ساعة قايل لي جوعانة، أخاف عطشانة، خمو تعبتي. خطية شكد قلبه طيب، هذا دليل حبه. إنه طلعنا من البصرة على طريق الناصرية، وصلنا العصر الخضر، والسيارة ذبتنا قدام بيت بثينة، وما نشوف إلا فد رجال يجر الخروف ويذبحها قدام رجلينا. ومن طلع الرجال؟ أبو بثينة. حيل خروفه بكاملة؟ إيه خروفه بكاملة. بين ما هم دا يطبخون إحنا قعدنا سولفنا وحكينا، وهاي وأحس فيصل خطية قاعد بصفي مثل واحد من ولدي. بلا طلع أبو بثينة جاي لبغداد وسأل علينا وإحنا ما ندري. وش عارف عنه؟ يعني اللي يذبح ذبيحة قدام رجلينا شي يكون عارف عنه؟ يتشرف بينا وبنسبنا طبعا. وقال أبو بثينة إحنا ما عدنا كل طلب، البنية بتكم وإحنا مستعدين نساعد، لأن نعرف يعني عادل يراد لوقت عما يكون نفسه والحياة صعبة. زواج على الطريقة الحديثة، وهكذا انتهت رحلة أم عادل إلى الخضر. صدق مثل ما قلتي يا هدى، صدق السفر يكشف معدن الإنسان. صدق مو قلت ليش مهمة تغزين فيصل غير؟ صدق هو مو قال أروح أجيب غراضي من الفندق أشوليها سمائج؟ إلا حدا سمع يكذبني، هذا الصوت هم أجوي. والله ماما صدق ما قلتي لنا بثينة حلوة؟ تخبر بس شنو، أختي منها رزانة تربية أخلاق. إجا فيصل إجا فيصل إجا فيصل. هلا صباح الخير. رجعنا القسم الفرنسي الآنسة هدى أحمد. شكرا. ألو صباح الخير. لا هيك بس حبيت أحكي هدى. هدى أنا أدري أنت زعلانة علي لأن نفذت قراري وتزوجي. سودة تتعرفين؟ تعرفين أنا ما أسوي شيء إذا ما أستشير؟ هدى دا أرجوك أرجوك لازم أشوفك، أكو مسألة مهمة وأريد أخذ رأيك بيها. أرجوك. هالمرة بس والوقت انت حددي. زين ما قلت لي بشنو تريد تاخذ رأيي؟ هدى اريد انفصل عن زوجتي. ما سألتي ليش؟ اتصور هذا فد شي ما يخصني. بس انت إليش علاقة بالموضوع؟ شنو علاقتي؟ انت السبب. أنا ياهو مالتي؟ لأن ما أقدر أطلعك من دماغي. غريبة مو قلنا انتهى كل شيء. هو هنا الغلط،
اي غلط. هواي ناس يصورون ان عواطف الانسان مثل الازرار، شو وقت مريض نضغط عليه. يعني ببساطة ما اقدر اعيش من غيرك. اسمع استاذ جلال، هذا الموضوع حكينا به هواية، كلش هواية، وما اعتقد وقتك ووقتي تسعته انت اللي قلنا مرت الاخ. اني هدى اني عندي وقت، بس اني ما عندي. واهون عليك هدى؟ لا، تبقى انسان لك احترامك. يعني معقولة تكونين بهالبرود واني اتمزق؟ ليش؟ لان ما اقدر اعيش مع امرأة تهتم بس بشغل البيت. اني ما لي علاقة بكل اللي دي تقوله. هدى ترى اني دا اضحي من اجلك، واشو انت ولا كأنه. يا اخي دا افهمك، احنا ما ممكن نعيش تحت سقف واحد، ما ممكن. هاي القضية شيلها من بالك. متغيرة، كلش متغيرة. قولي لي شنو اللي جرى، شنو اللي صار؟ ما صار شيء. لا صار، واكيد صار. الله يخليك، الله يخليك. انا عندي ما يكفي من الهموم من وفاة والدي وظهور مشاكل جديدة لهسه، ومشكلتي هسه وياك انتهت. تعرف يعني شنو انتهت؟ اكيد اكيد اكو احد بحياتك. قولي هدى، من هو؟ اسمع جلال، هذا الشيء ما يخصك. اذا كان اكو احد او ماكو احد، افتهمت؟ هسه تاكدت. واني اروح مع السلامة. اوصلك؟ ما اقدر. هدى ما راح يأس، ولازم اعرف لهذا الشخص، وجلال مني يصير على شيء، لازم يوصله، لازم. أهلاً وسهلاً. مرحبا. هلا بيك. ودش لقيت بهذا حتى تفضل عليه؟ تفضل، أمر خدمة. عفواً أستاذ، بالحقيقة أنا جاي عندي استشارة، عندي عمارة أريد أبنيها. طيب، جاي بخريطة الأرض؟ خريطة؟ لا والله أستاذ، للأسف الشديد أنت تفاجأتني. إن شاء الله بالمرة القادمة. ألو، أهلاً. طيب، بعد باكر راح أكون موجود. طيب، مع السلامة. عفواً أستاذ. عفوا استاذ، مثل ما تفضلت، ان شاء الله بالمره القادمه اجيك ونتفاهم على كل شيء. مثل ما تحب وعلى راحتك. شكرا استاذ. نعم. صباح الخير. اهلا. البارحه كنت يم هذا اللي اسمه منذر. استغفر الله، استغفر الله. يبين ما عنده ذاك الشيء اللي يخلي بنية مثلك كاملة النضوج تعجب بي. أخي هذا مكان عمل، وأنا ما بدي أخابر من مكان العمل. أكيد هسه أنت معطل أشغال الناس حتى تقول هذا الحكي الفارغ. هدى، هدى الأثيري لي، ترى ردود أفعالي ما تتأمن. اسمع، تجوز تجوز وإلا ما يحصل لك. طيب، افتهمت؟ يعني
شنو اللي تقدرين تسوي؟ اكو 100 طريقة وطريقة اخليك بيها تلزم حدودك. اني مستعد الزم حدودي بس بشرط. تتحدث عن شروط وكأنه انت انسان منتصر في حين انت اخيب انسان انا صادفته بحياتي. طيب 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 بس قولي لي شنو اللي يخلي وحده مثلك تحب واحد مثل منذر؟ لو تطلع روحك ما راح احكي. بس تعرفين أنا ما راح أجوز إلا أحصل جواب منك. وأني هم ما راح أجاوبك وراح أسد التليفون بوجهك، وإذا عندك ذرة كرامة بعد مشي التليفون علي، افتهمت؟ ما راح أخاف، ما راح أخاف، بس عندي غير شيء أسوي. صدق أنت واحد صفيق وما تستحي. تبعنا درسنا اليوم الرفسة الأمامية. بعد ما أخذنا مفردات أساسية عن الرفس راح نأخذ الرفسة الأمامية كانطلاقة تكنيكية. تكون عملية الرفس مالتك من فوق الركبة تطلع وتطلع بشكل مستقيم إلى منطقة الصدر أو أي منطقة بالجسم. راح تطلع أداء حركي عليه واحد، تحافظ على استقرارية جسمك، وزنك، تنفسك، وتمت بكل وقت. كذلك بالنسبة للساق الثانية أداء رفس تحافظ على استقرارية جسمك. محمود راح يطبق لك اياها بشكل توضيحي امامك. ممتاز. عامل السرعه، عامل اداء الحركه الصحيح. ليش بتذكر فيصل؟ مرحبا استاذ كريم. مرحبا سيد. مرحبا سيد. اهلا اهلا وسهلا. هلا هلا وراك. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك مبروك. شو بقرني تسموه؟ حقيقه انا ناوي اسميه شبانه، لانه عبد الحليم حافظ اسمه عبد الحليم شبانه. لعد حافظ منين اجى؟ ها انا اقول لك، عبد الحليم قبل ما يدخل الاذاعه يعني من امتحن رجل اسمه حافظ عبد الوهاب، فشاف اسمه يعني شبانه مو اسم مطرب يعني، فبعدين غير اسمه سمى عبد الحليم حافظ على اسمه. أي. يا جماعه انا تعبت من الوقفه، تسمحوا لي؟ روحي روحي، انتظريني انا اسلم ما اكمل السالفه واجيك. زين سموك ابو الساهر؟ مو كريم ما قبل. مو اسم كاظم الساهر، اسم مركب، وبعدين الطفل وش نخليه ساهر؟ وتالي شو يسموه اذا جل الدنيا؟ نسميه عبد الحليم. حلو، عبد الحليم ابو الريش. حلو. شنو 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 ابو الريش؟ بابا عبد الحليم كريم. العفو العفو استاذ كريم، ابو عبد الحليم العفو. ناس جهله. مع السلامه. أرجوك هدى، أوصلك والآخر مرة، بس انطيني هاي الفرصة. أرجوك ترى إحنا لما كان عام إحنا بالشارع. ولهذا أنا مصر أنا وصلك. داوم اصبلك؟ لا ماما تعبانه ما اشتهي.
وخذي لك اجازه كم يوم. انا ما تعبانه من الشغل، ضايجه شوي. زين اخاف غاثك احد؟ اكو غيره جلال السخيف، وين ما اروح لحد بدي ارقي بالتليفونات يخابرني، ما ادري ايش اسوي. هو مو تزوج، ايش في هذا ما يستحي؟ تردين اروح للبيت واطيح حظه؟ اطيح حظه شنو ماما؟ اطيح حظه شنو؟ تبدين تعقدين المساله وبعدين يركب راسه؟ خلي يركب براسه. انت ما سامعه بالمثل شو يقول؟ يقول اذا تردين تطيحين حظ الرجال هدي على اليماره. والله ماما ايش قد السوالف. اصب لك هسه؟ دخلي ادب جنوتي وانزل. هذا شبيه هذا ما يستحي ما يستحي. ماما لازم زواجه فاشل فاشل فاشل. واحنا ايش علينا؟ عاش ديدش ماما، تفضل الاكل. الف عافيه الف عافيه. هلا فيصل، اجا فيصل، اجا فيصل بطل الكاراتيه. هلا وهلا، هلا باختي الحبابه الحلوه الورده. هلا فيصولي. هلا هدهد. هلا فيصل. هلا هلا عيني. وين ماما؟ ماما بالمطبخ. مساء الخير. اهلا ابني، اقول اصب لك هسه لو تنتظر تتغدى ويا هدى. احسن شيء واحد يتغدى ويا خواته. براحتك. بس اغسل يدي. يلا. هلا غداوي. هلا فيصل. هلا. يلا يا ماما صبين. صبيت ليك. فيصل متغدي؟ لا هسه راح يتغدى وياك. اقول اني اروح انام والمواعين لا تنسي عليك. يلا يلا تفضل. شلونك فيصل؟ شلونك انت؟ زينه. ما قلت لي شلون شغلك ويا الحجي؟ والله الحجي كلش ممنون من عندي. استغرب من قلت له حصلت موافقة التسهيلات من المصرف. اكو فد موظف كلش لطيف اسمه كامل، اول ما قلت له عن المعاملة جر الفايل وقال لي حصلت الموافقة. وماكو داعي تروح على جليل جلال واحد من هذا. جلال. انت تعرفيه؟ بدي اكمل اكلك وارتاح، وعندي فد موضوع اريد نسولف بيه سوا. Thank you.